لازم يفلوا كل السوريين منهم كلهم، ما يبقى ولا سوري. نحن بنستقبل اللي بدنا اياه، كل اللي عم بيفوتوا وما عندهم اوراق لازم يفلوا. انا ما عم بحكي عن 915,000 لاجئ، هودي لاجئ في اتفاق دولي عليهم ولاجئين ومسجلين بالامم المتحده وعم تجيهم اكلهم وشربهم ومقعدينهم بالخيام المعترين. انا عم بحكي عن السوريين المتسللين اللي بفوتوا ما عندهم لا اقامه وبياخذوا الشغل من اللبناني وبيعملوا سبعه ودمتها، هم قالوا الحق يبقوا او لازم يندكوا بالسجون كلهم. السوري عنده أحساس بالفوقية على اللبناني وبيحتقر اللبناني وبحق لهم، ما نحن حقرنا حالنا تحت جزميهم، صح ولا لا؟ أنت لبناني حط عينك بعيني وقل لي لا. أنا محاور. أنت قعدت تحت جزمة السوري وأنت طلبته يفوت يحكمك بصباته ولا لا؟ واللبناني حاقد على مين أنت بس؟ لكل لبناني. كل أتباع الأحزاب. بس مش كل اللبنانيين. كل اللي تابعين للأحزاب، كل الأخباريف يعني. واللبناني عنده موقف من السوري لأنه اضطهد من السوري. سوري من حقه يشوف حاله عليك. شو كسر لها راسها لوزيرة الدفاع وكسر لك راسك وراس أي لبناني وحط علمين سوري وأنت مش موجود. أصلاً السوري بيعتبر لبنان محافظة من سوريا. أول لبنانية قالت نعم لبشار الأسد لم يسقط بشار الأسد. لو كانوا ضد بشار الأسد كنت دخلتيهم؟ لا، كنت بلغت عنهم وقبرتهم لأنه هو دواعش. وما بطلب بدليفري من بعد ما صار عنا ناسحين كثير واحتلوا الوظائف. أنا بقرف اللبناني كثير نظيف، الغريب ما بعرف اذا نظيف او مش نظيف.